لايف موجز اخباري جديد، اهلا بكم. يستعد الفلسطينيون للمشاركة اليوم في مسيرة مليونية القدس ضمن فعالية مسيرة العودة وكسر الحصار، وذلك احياء لذكرى نكسة عام 1967. من جانبه ضعف الاحتلال الاسرائيلي وعدد قواته المنتشرة على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة استعدادا للمسيرة، محذرا الفلسطينيين من المشاركة في الفعاليات. أعلنت ثلاث قوى سياسية عراقية اتفاقا مبدئيا لتشكيل كتلة الأغلبية الوطنية فور المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية في البلاد. وبينت وثيقة الاتفاق التي وقع عليها ممثل كتلة سائرون بزعامة مقتدى صدر وتيار الحكمة بزعامة عمار حكيم والقائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي تشكيل تحالف كبير داخل البرلمان المقبل يضم ما لا يقل عن 100 مقعد. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستمر يومين. يتضمن جدول الزيارة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بيانغ والمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وذكر مصدر في الكرملين أن الرئيسان سيبحثان الشراكة وأن الرئيسين سيبحثان الشراكة الروسية الصينية وكذا القضايا الدولية الرئيسية بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية والبرنامج النووي الإيراني. نأتي الموجز إلى المنتخب.